ونسخة 2016، والفريق الأول والانطلاقة الأولى الجواد لمسامرة ومنجم، منجم في صدارة مع الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد آل ثاني، ولا مساومة من الجهة الخارجية مع الفارس عبد الله راشد محسن الأدغم في محاولات للحاق من الجهة الداخلية، ومنجم بوضع اليد ومنجم إلى المرحلة القادمة مع الشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد إزهار وبحر العرب، وانطلاقة جميلة وقوية. بحر العرب ينطلق مع محمد غالب محمد الدوسري بفارق تأخر بسيط للجواد أزهار والفارس عبد الله فالح فارق الهاجري، محاولات للحاق من قبل الجواد أزهار، ولكن بحر العرب بشكل جميل وقوي وصدارة قوية إلى المرحلة القادمة. بحر العرب والفارس محمد غالب محمد الدوسري. الفريق الثالث ينطلق والصدارة مع الجواد اللحيف ومتعب علي محمد المري بشكل جميل وصدارة جميلة الوافية في محاولة للحاق والفارس عبد الله غنيم محمد الدوسري، ولكن اللحيف بصدارة جميلة وقوية وفارق محاولات للحاق، ولكن الصدارة مع الجواد اللحيف وإلى المرحلة القادمة. انتظار الانطلاقة والفريق الرابع ينطلق مواش من الجهة الداخلية وعلي خالد عمل المسلم، وتخطف الصدارة شعلة الوجبة من الجهة الخارجية، شعلة الوجبة ومواش، مواش بفارق الطول، محاولات لشعلة الوجبة من الجهة الخارجية، شعلة الوجبة ومواش، مواش وشعلة الوجبة، مواش إلى المرحلة القادمة. انطلاقة جميلة وقوية. الفريق الخامس صفقة والفارس صالح حمد صالح المري، محاولات نتمنى السلامة لفارس الجواد، صفقة محاولات والجواد مغرورة وزايد محمد زايد الخيارين ومحاذاة وصفقة بشكل جميل وقوي وفارق عن الجواد وإلى المرحلة القادمة. والفارس صالح حمد صالح الف انطلاقة جميلة وقوية، جوال الشقة بفارق نصف الطول وتخطف الصدارة شطورة عبد الله محمد عبد الله العامري بفارق وخطف للصدارة بفارق الأربعة أطوال الجواد شطورة، محاولات للحاق من جوال الشقب، ولكن شطورة إلى المرحلة القادمة. وانطلاقة الفريق السابع طويسان في صدارة بفارق الطولين عن الجواد صايل الشجاعة، محاولات للحاق طويسان وصايل الشجاعة لحاق من الفارس حمد علي ثلاب الهاجري من الجهة الخارجية، ولكن طويسان بشكل جميل وقوي وصايل الشجاعة قادم، والأمتار الأخيرة صايل الشجاعة وطويسان إلى المرحلة القادمة. الفريق الثامن فتك وكاسودين كاردون، محاولة من الجهة الخارجية تخطف الصدر، ولكن فتك من الجهة الداخلية، فتك وكاسودي كاردون يخطف الصدر مرة أخرى، كاسودي كاردون وجبر فيصل عايض الهاجري بفارق الطولين، محاولات للحاق من الجواد فتك، ولكن الصدر مع كاسودي كاردون وإلى المرحلة القادمة. انطلق الفريق التاسع لعريك في صدارة جميلة وقوية، محاولات للحاق من الجواد بحور النايف من الجهة الخلفية، ولكن لعريك والفارس عبد الله مبارك عبد الله المعاضي بفارق جميل وقوي وهادف، صدارة جميلة وقوية وإلى المرحلة القادمة لعريك. الفريق العاشر وانطلاقة جميلة وقوية، العارم من الجهة الخارجية
والصدارة مع شرس وتخطف الصدارة شرس والعارم شرس من الجهة الداخلية وصالح قاسم محمد اليافعي بفارق ومحاولات من العارم من الجهة الخارجية العارم بشكل عارم والأمتار الأخيرة العارم إلى المرحلة القادمة وهنا المسترسل وانطلاقة منفردة للجواد المسترسل والفارس عبد العزيز محمد خالد المعاضيد المسترسل بشكل جميل وهذه إلى المرحلة القادمة تشجيع قوي للمسترسل واحد اثنين ثلاثة انطلق الجهة صدر للسابقة والفارس عبد الرحمن كويمة المري محاولات للحاق مع الفارس عبد الله حزام محمد المري والجواد عمر دوسير ولكن السابقة بشكل جميل وقوي صدارة جميلة وقوية بفارق الثلاثة أطوال حاول الحاق ولكن السابقة هي السابقة وعبد الرحمن تويم علي المري إلى المرمى الشمس وانطلاقة الفريق الثالث عشر بيبو سالم محمد الفهيدة وزينة الشمس والفارس ناصر عيض حسن القحطاني بشكل جميل وهادئ وزينة الشمس من الجهة الداخلية محاولات قوية ولكن الصدارة بفارق نصف الطول مع بيب وبيب إلى المرحلة القادمة انطلاقة الفريق الرابع عشر هبريح من الجهة الداخلية وحيزوم في محاولات للحاق هبريح بشكل جميل وقوي محاولات للحاق من حيزوم الجهة الخلفية ولكن هبريح صدارة جميلة وقوية وفي وضع اليد شكل جميل وهذه محاولات للحاق من حيزوم والأمتار الأخيرة حيزوم قادم والأمتار الأخيرة حيزوم ولكن هبريح إلى المرحلة القادمة انطلاقة جميلة وقوية خوفوقي ومحمد المسلم بفارق الطول محاولات من زايد مظفر من الجهة الخارجية والفارس عبد الله محمد خمر العنزي ولكن خوفوقي محمد راشد ومحمد المسلم شكل جميل وهادئ محاولات للحاق في الأمتار الأخيرة محاولات لزايد مظفر ولكن خوفوقي إلى المرحلة القادمة هو النايف انطلاقة منفردة وتأهل للمرحلة القادمة جواد سهو النايف انطلاقة جميلة وقوية انتزاع في الصدارة محاولات للفلاحي ولكن انتزاع بفارق الطول والفارس خالد عبد العزيز احمد الكواري محاولات للاحق من الجواد الفلاحي مبارك ناصر مبارك الهجري من الجهة الخلفية ولكن الصدارة مع انتزاع إلى المرحلة القادمة بشكل جميل وهادئ انطلاقة جميلة وقوية تهون ويا ماما يا ماما وتهون مبارك الدوسري وخالد الهاجري محاولات لتهون ويا ماما يا ماما وتهون محاولات للحاق من قبل الجواد تهون واليا ماما في صدارة ومحاولة للحاق